السلام عليكم. اليوم مع كتاب التربية التحضيرية، تحضيري من 5 إلى 6 سنوات. نلقوا نظرة على الكتاب هذا. هنايا في الصفحة الأولى على تحته، هنايا لون بالأخضر الولد الذي على الطاولة. اللي على الطاولة هذا ولا هذا؟ داري. هذا هذا لا لا هذا راه تحت. هذا على هذا على لونه بالأخضر. هنايا لون بالأحمر البنت التي تحت الكرسي. وراهي اللي تحت الكرسي هذه لونها بالأحمر. هنا صفحة رقم 2، لون الفرخ الذي أمام البطة. وراء الذي أمام البطة هذا ولا هذا؟ هذا وليد البطة نسموه الفرخ، هذا لونه. هنا يا لون الولد الذي وراء البيت. هذا بس لونه، لونه بأي لون؟ ما قلت لك شو من لون. هذا دارين لون الولد الذي وراء البنت، ليمور البنت. وراء ليمور البنت ورا؟ هذا لونه. لون بالأزرق الأرنب الذي أمام القنفذ. وراه الأرنب اللي أمام القنفذ. هذا لونه بالأزرق. لون بالأخضر الأرنب الذي وراء القنفذ. وراه الأرنب اللي وراء القنفذ. هذا لونه بالأخضر. أكتشف جسمي ووجهي رقم 3. هنايا هذو الاشكال، وراه الذكر وراه الانثى، وراه الطفل وراه الطفله. هاو الطفل وهاو الطفله. الطفل نقول له ذكر والطفله نقول له انثى. الاهداف يتعرف على عناصر الوجه، يميز بين الجنسين من حيث ملامح الوجه. اكمل في كل وجه العناصر الناقصه. هنايا هذه وش يخصها الطفله؟ هذه وش يخصها في وجهها؟ عينين وحده. ينقصها عين، ينقصها عين، نديروا لها دائره هنايا. وش ينقصها ثاني؟ نيف. ينقصها نيف. ها هنا نيف، نديرو لها شرطة هكا. هنا ثاني هذا واش نديرو له؟ نديرو له عين زوج، زوج عينين، نديرو له نيف شرطة، ونديرو له شرطة فم من تحت. نيف هكا والفم من تحت، فوق وتحت. هنايا نقراو لون بالأزرق الغيمة التي تحت طائرة. وراه الغيمة الغيام اللي تحت طائرة، هذا هو الغيام اللي تحت طائرة، لونه بالأزرق. لون بالأصفر الإوزة التي فوق الطائرة. وراء الإوزة اللي فوق الطائرة الورقية هذه هي لونها باللون الأصفر. لون بالأصفر. وهذا بس لونه. نقرأه قبل. أهداف يعين شيء بالنسبة لشيء آخر، يتعرف على مدلول كلمتي داخل وخارج. هذاك بس لونه. هذا دقيقة. لون بالأزرق اللعاب التي داخل الصندوق، لونها باللون الأزرق. هذه اللعاب التي داخل الصندوق بالأزرق، وبالأحمر اللعاب التي خارج الصندوق.